هتخلص على روحين. انا لو كنت خاليه ولا يهمني، ولو كان نزل الدنيا كنت هبوس ايدك عشان تقتلنا انا وتسيبوه. الامر جاي من فوق يا رمانة. بلاش بلاش يا مات، احنا ولاد كار واحد. سامحيني يا بنتك، ما تخافيش يا رمانة، انا مش هأذيك، انا بس هقتلك. اعمل ايه يا رمان؟ هقتلك يا مارود. ايه يا رمان؟ احنا ولاد كار واحد. غور يا ابن الكلب. الله يسامحك يا رمان. السلام ورحمة الله وبركاته. اه دكتور، عملت اللازم؟ طبعا، أول ما الزوز جاب لي العينات عملت اللي أنت قلت عليه بالظبط. حلو، شوف النتيجة. البني زي ما قلت معاليك، نفس الخلطة بتاعتك، شوية بينك على شوية رايش، وطبعا ما فيهاش أي حشيش. والأبيض؟ مهروش أبو كسين المهرول، متشعرة بماكس فورد وعليها شوية نيشن، وطبعا اللوجو بتاعنا متقلد بنفس الخط بالظبط، وعلامة الكف متقلدة. يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب، خلاص الغش بقى عيني عينك كده. الفراولة ناقصة معاليك، وعشان كده هرشوا الأبيض المهرول. الناس خلاص يا فندينا قلقت برقع الحيط. البودرة سوقها نايم زي ما معاليك عارف، عشان سعرها بقى غالي والرجل خفت عليها قوي. ما هي الخلطة دي جر رجل اللي يطلبها، مزاج الكيمياء واكل اليومين دول. وزبون الفراوله اما يجرب ابو حسين مش هيسلاها. الله يخرب بيوتهم، عايزين يدمروا دماغ العيال بقى. انا اتعب واشق واعمل لهم من طلب العلا عشان الواد ولا البنت لما يصطبح الصبح مسكاره يقوم يذاكر بمزاج، يجوا هم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بالسلامة انت يا دكتور. بعد اذنك يا معلم خميس. شايف الناس؟ شايف الناس يا زوز؟ الدكتور ده كام يوم في المعمل؟ لا يوم واحد بس. حلو دكتور. اه حلو. طيب يبقى حاسبه وتبعت برسالك للمعلم الدهان.
تقول له افندينا عزمك على اكلة سمك. افندينا عزمك على اكلة سمك. انت وكل حبايبك من فوق لتحت، من فوق لتحت. يتوب علينا ربنا. امر افندينا. شبكة بتترمي وانت ونصيبك. البحر واحد والسمك اشكال. سبحان الله قادر على كل شيء ونعم بالله. والرزق يحب اللمة، واللمة يعني الصحبة، والصحبة ما بتحلاش غير بأكلة سمك. سلو بلدنا بقى. بسم الله بألف هنا. معلمين السواحل وخط الجناح، ومعلمين سينا والدلتا، ومعلمين الصعيد. الكل جاك يا فندينا حسب الطلب. حبايبنا فوق وتحت. احنا صحيح متفرقين على الخريطة، بس المزاج واصل للود ومقرب البعيد. واحنا جينا عشان نسمعك ونوزن الكلام. تسمع كلام رزين بعون الله بالهنا والشفا. السوق لما يا رجالة، السوق لما، والرخيص ريحته فاحت، والضرب بقى تحت الحزام، والكار بقى اوسخ بالسياسة. عشان كده التطهير بقى فرض علينا. بتفكر في ايه يا خميس؟ اقول لك بفكر في ايه. كل جمبري وانا بقول لك بفكر في ايه. زي ما القعده دي، اتفضل يا معلم، محزمه البلد من فوقها لتحتها، عايزين كمان نحزم السوق ونمسك لجامه ونخلص من الرخيص ونرجع المزاج الاصلي بتاع زمان. رجعه لناسه مزاج الخير. اتفضل يا معلم. تسلم. مزاج الخير مش ختم بيتضرب وخلاص، لا، دي ماركه مسجله. مسجله ماركه، مسجله زي اي ماركه بتضمن للزبون الجوده بتاعت المنتج والبضاعه دي. ومش شويه وساخ كبير سلم هيعكروا حليب افندينا. الله الله يفتح عليك يا معلم دهان. تسلم. الله يفتح عليك. عشان كده انا بقول انه من النهارده مفيش ولا جرام ولا حبايه هتنزل السوق الا بتصريح مني. وده عمره ما هيحصل الا وانا متغطي دفيان باخواتي الكبار. ولا يا معلم دهان؟ احنا اهلك وعزوتك ورجالتك وقت اللزوم. من شويه صبيت يا معلم الفاتحه على اللي يخون العيش والملح. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتقول ايه يابا؟ ده انا اتبعها بايديا دول. انا مش عاوز اقول لك من بدري عشان ما تهبلش الهبل اللي انت بتهبله ده. اركز شويه يا ابني. اركز ازاي يا معلم وانا بسمعك تقول كلام زي ده؟ يا ابني اركز عشان نعرف نفكر. مطر ما هي سوريا، وبعد اللف اللي لفته ده اكيد رقد على كتير. وهي دي فيها تفكير يا حاج. انا اخد بعض دلوقتي واروح اجيبها من شعرها واعلم على وش اللي خلفوها تلات وحي. تقول تاني وتعترف وتقولي راحت الخميس تعمل ايه؟ دي مراتي يا حاج، مراتي. ما عشان مراتك لازم تركز عشان نقدر نفكر، والا هنلاقي نفسنا لابسين في حيطه. فهمت؟ اديني اهدى يا حاج، اديني اهدى لما اشوف اخرتها ايه. قول لي يا حاج، قول لي اعمل ايه وخلصني. حاضر، هقول لك لاجل ما نخلص خالص. وحياة ابوها لكون سحالها ومسففها تراب البلد من بيتهم لحد هنا. بالراحة عليها يا خميس، البنت حبلة وبطنها مليانة. دي سرقت ابني يا امه، والمصحف لا شرحها قصاد ابوها. الحقنا يا فندينا، الحقنا. في ايه تاني؟ البنت بس اللي شغالة مع رمانة. مالها؟ الحق يا سي خميس، خدوا رمانة، قتلت المال والحكومة خدتها، سيء عليك النبي تلحقها، دي مالهاش بتضيع حد غيرك. ايه يا بنت الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بركة يا جامع، خدت الشر وراحت. انت يا بنت الكلام ده حصل امتى وازاي؟ الحكومة
جت خدتها والمحامي اللي اسمه بدران كان معاهم. رمانة قتلت المرض. بدران اللي كان معاهم. هيقتلونا. طب ليه احنا عملنا ايه؟ معرفش. انا سمعت المعلم نوح بيقول لبراءة ان اول ما عينين الحكومة تغفل عنك هيتويكي في حتة محدش يعرف فيها اي حاجة عنك ولا حد يخلصك. يا لهوي ليه انا عملت ايه؟ هيودوني فين؟ انا عارفة بقى. ده انا كمان حاسة انهم هيغدروا بيا. وكل ده ليه؟ عشان انا عايزة اخد دار جوزي وهم رافضين عشان مصلحته. يا نهار اسود منيل. طب والعمل؟ يعني احنا كده هنروح فطيس؟ مش عارفة بقى. ده احنا حتى لو حاولنا نهرب كلابهم محوطة المنطقة كلها. دول محاطين الفيلا من كل ناحية. يبقى بقى مفيش حل غير انك تحطي ايدك في ايدي. انا يا ريت يا ست مطر اللي انت تقولي عليه انا ماشيه على طول. مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ايه؟ قتلت المالت؟ المالت بيضون صاحب الكباريه اللي كانت شغاله فيه بقى لها فتره. كانت؟ ليه؟ هي سابته؟ سابته شويه وبعد كده رجعت له وقعت من طولها وهي بتقدم النمره بتاعتها وبعد كده ما رجعتلوش تاني. مش البت دي بتاعت افندينا؟ ولفت شوية على براءة وبعد كده سلمته الخميس فقضيت شروع في قتل. اسمع يا علي، أنا عاوزك تتابع لي تحيات القضية دي بنفسك. عاوز أعرف عنها كل صغيرة وكبيرة. تحت أمرك يا باشا، بس إيه علاقة قتل رقاصة لصاحب كباريه باللي إحنا فيه ده؟ كله شمال يا علي. كله شمال ومنفذ على بعضه. يفتكر نفسه مستخبي يبقى غبي، عشان كل العيون شايفاه. رمانة زي سعاد، الاتنين غلابة وسط ناس ما بترحمش. واحدة كان نفسها في ظل راجل خلي بيها، والتانية شالت في بطنها حتة من الراجل ما حسش بيها، وفي الآخر قتلها. المالت كان سكينة في ايد الباشا، والباشا مخ في راس افندينا، وكله مفتح على بعضه. خميس، العمروتي هو اللي بعت المالت الرمانة صح؟ وانا جريت عليها عشان الحقها، قلت احميها وارمي المالت في السجن يمكن اكفر عن ذنوبي. خدت النجدة معايا واكتشفت اني بسلمها بهدايا للبوليس، وهي بصت بعينيها مش فاهمة انا معاهم بعمل ايه. انت اللي بعتني العمروتي وقلت لهم ان رمانة حامل؟ زي ما انت بعتها يا خميس، وبعت ابنك لما مرتها تنزله، قصدي تقتله. كلنا بنبيع يا خميس، احنا في سوق مزاده مفتوح واللي يدفع اكتر بيشيل. كان! كان! هقتلك يا بدران، هقتلك! اقتل اللي جواها مات من زمان، وماتت معاه كل حاجه. اللي قدامك ده جثه مستنيه اللي يدفنها. عارف ليه؟ عشان انا بقيه من زباين مزاج الخير. مزاج الخير يا فندينا، مزاج الخير. هو فين؟ هو فين الباشا عبد الوصول؟ يا عمروتي! خميس؟ في سلو بلدنا. اللي تسيب بيت جوزها وتخرج عن طوعه ملهاش دية. بقول لك وطي صوتك وبلاش فضايح. اوعى تكوني فاكرة العيال اللي بره دي هيحميكي مني ولا الغندورة ابوكي. فوقي لنفسك. انت مرات خميس يا فندينا. وطي صوتك يا خميس. وكتاب الله لولا اني خايف على اللي في بطنك لكنت خليتك تتمني لو اتولدتي من غير لسان. ليه بقى؟ عشان حطيتك قصاد روحك وعرفتك انك خاين ومش قد الوعد اللي وعدتهولي؟ اقول لك انت ايه؟ راشي اضرب اضرب كمان يا خميس، وما تخافش على اللي في بطني عشان اللي في بطني خلاص. يعني ايه خلاص؟ نزلته يا افندينا.
خميس عدى كل الخطوط الحمراء، هد كل اللي بنيناه عشانه، وما سمعش اي نصايح. خميس ا ديباسي توت سي ليميت، il a refusé nos conseils et il a détruit tout ce qu'on a construit pour lui. C'était toi qui l'as choisi. انت اللي اختارته. كنت فاكره قوي، طلع قوي بس عشان اللي حواليه ضعف. انا بعتذر. Je crois qu'il était plus intelligent, plus fort, mais sa force apparemment venait de la faiblesse de ceux qui sont autour de lui. Je suis désolé. Et le travail? Au chaud. هنزود كمية ترامادول، السوق عطشان، هيستوعب أي كمية ننزلها. On va augmenter la quantité de tramadol en marché. Le marché a soif et il va absorber toute quantité qu'on va donner. On va bien travailler. Et Afandina? Oui, Afandina. Finito la musica. Basta la fiesta. Basta la fiesta. Finito Afandina. تمام يا فندم. خير يا اسف، ما دام طلبت تقابلني يبقى عندك جديد. ده حقيقي يا فندم. خير ان شاء الله، اتفضلوا. بصراحه يا فندم انا جاي استاذن سعادتك في انك تصرح لي مجموعه افراد ذات مواصفات خاصه وما يكونوش محروقين بالنسبه لتجار السوق. مواصفات خاصه ازاي يعني؟ يعني مواصفات بدنيه وذهنيه لاقتحام مكان سري. بس ده يا فندم مش بشكل رسمي. ايه الالغاز دي يا اسر؟ ما تتكلم بوضوح. فرصة يا فندم جت لحد عندنا، واعتقد ان احنا لو استغليناها صح هنقدر نوصل لحيتان السوق اللي مغلبنا بقالهم فترة دول. فرصة ايه دي بقى؟ خلطة موزونة وبكر، بس انا تعجبني الخلطة دي اكتر يا معلم. يا باشا الابيض غالي قوي والفراوله شح على الاخر، ضربنا الخلطه دي عشان نسد بيها البقاء. ضربت الخلطه ولا ضربت فندينا؟ ما هو مستقب معاليك ومضايق على الكل. بس الخلطه دي ما تربيش زبون يا معلم. ليه يا باشا لا مؤاخذه يعني ما تربيش زبون ليه؟ لان اللي هيدوقها هيزمل المالت في تربته. يا باشا احنا شوف يا معلم، انتوا دخلتوا السكه الصح بس لسه ما خططتوش العتبه، حبه حبه هتخطوا. ايوه يا باشا، يعني حبه حبه لغايه فين؟ في بودره بيور جايه، بس كانت جايه لناس تانيه غيركم، انا هرسي العطا عليكم. حدش عنده فرحه سلام، انا مش عارفني، انا التوت مني، انا مش انا، انا مش عارفني، انا التوت مني، انا مش انا، انا مش عايز دوشه، ابات بره ابات جوه، دي حاجه تبع المزاج والكيف. ماشي، مش عايز عكنانه وبراحتي. محدش عنده ضحكه السلف اداري. امي مالها في البيت. صوت مين اللي سجل يعمل؟ ممكن تكون قطه يا سي خميس. الحريم يدخلوا الاول. خال زوز الزماطي خليكم في ظهري. يلا في ايه؟ في حد كان بيحاول يحط من على الكوره يا فندينا. انتوا فين تتفرجوا؟ ورا يلا ورا
ابني في ايه؟ طورت مني البحر تذبحها ليه يا ابني؟ عملت لك ايه؟ طب سيب السكينه في ايدك دي يا ابني، كده هتعور نفسك. ما تخافش انا هسيب السلاح اهو عشان تطمن. حد يا ابني سيب السكينه اللي في ايدك دي، ما تخافيش يا كرام، ما تخافيش يا حبيبتي، ده ضيف. وكرام الضيف ايه؟ واجب طبعا. تشرب ايه يا ابني؟ تشرب ايه؟ شاي؟ شايك ايه؟ سكرك ايه؟ معلقه؟ ولا اتنين؟ ولا زياده؟ ايوه هي زياده. يلا يلا اثبت، خليك مخانق، قوم قوم اخويا يا قوم. تعالى خفيف ولا اي حاجه. وطي ياض، حب على رجل سيدك افندينا ياض. انت ايه ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحة يا زوز، شويش مطي. ده مهما كان يتعدى أسير حرب، يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي. ولا تحب تتعامل حسب قانون أفندينا؟ ناخد رأي الرجالة عشان راجل ديمقراطي. إيه الديمقراطية يا رجالة؟ اللي تقول عليه يا أفندينا. شفت؟ لازم أخد رأي رجالتي. مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انتصاص الليالي على بيت أفندينا. المرة اللي فاتت يا زوز قلنا ابنه وضناه وروحناه، انما المره دي ده كلب متأجر. انا ايه الغباوه دي يا زوز؟ مطي. ايه رايكم يا رجاله، القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر ان افصل راسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته. وايه اللي هيقولوا؟ ان خميس افندينا السجن تناه. بعد الشر افندينا، مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشهاب الليل. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه مش عاوز تقول لي انت شغال لحساب مين؟ يا ابني سكوتك ده هيلبسك القضية دي كلها اللي فيها اعدام. ايه؟ مش عاوز تتكلم برضه؟ خايف؟ خايف من ايه؟ طب بص لي، خايف من ايه؟ ورديت على الرصاصة ازاي خير؟ بوظ للنوح عملية تقيلة دافع فيها قرشين حلوين. قال؟ اه. بوظتها له ازاي؟ اخبارية للحكومة. ده كلام ده يا خل، ده كلام. من امتى ردنا بيبقى غدرة ولا خيانة؟ ومن امتى بندخل البوليس في المبال ده؟ لا إله إلا الله. عملتك دي لو اتكشفت مش هيتأمننا هما تاني في السوق. ولا حد هيهاوب ناحية شغلنا. اهدى بس يا خميس، دي قرصة ود. ده رد رخيص. رد رخيص يا حاجة. ما ينفعش يطلع من ناحية أفندينا ولا يطلع من إيدينا بوسهنة. إيه؟ إيه ده؟ راح فين؟ سيبها تروح يا خميس، عندها ميعاد مع الدكتور. ماشي روحي، بس ما تروحيش لوحدك، خلي الزوز يوصلك. يلا زوز قوم يا أفندينا. مؤاخذة يا ملط، عزة فين؟ في ايه يا خميس؟ ومين غيرهم له مصلحة يا ولد؟
بس اللي حصل حصل في نفس الوقت يا كبير، يعني ما يلحقوش يقضبوها. بس ده بقى رد الرصاصة يا حمار، مش حكاية العيل يتمسك، لا لا لا، ودي بقى دماغ ابو سنة مش دماغ خميس. اشمعنى يا معلم؟ عشان خميس ما يلعبش لعبة وسخة زي دي. جرالك يا معلم، مالك عمال تطبل له كده ليه؟ انت ناسي عمل ايه مع عيالك؟ لا مش ناسي يا خفيف، بس بقى وصول الكار انك تعرف ميزات عدوك قبل ما تعرف عيوبه. ده انا عاوز تبقى كبير يعني. انا لا عايز ابقى كبير ولا عايز ابقى صغير، من النهارده كل واحد فينا يعرف شمس البلاد وتطلع منين. خساره. على كده على طول، كل ما يتزنق يخلع. معلش اصبري عليها مطره بكره يعني. الحكايه بوخت قوي يا معلم. انا لا بقيت حمل لخبطه براءه ولا حمل الغازك. انا بقى عايز اعرف راسي من رجليا في الليله دي. صبر يا مطر. ايوه يعني ناوي تعمل ايه؟ شفاعه، روح السلي كده ورا الواد اللي اتمسك واعرف اذا كان قال حاجه وقع بحاجه، وما ترجعليش الا وانت معاك المفيد. مش هتبقى فلوس وسمعه. حصل يا كبير. انت ما بتفكرش غير في الفلوس ونسي غريب خالص. ما قلتلك الصبر يا مطرة. الله، هو السمع بقى بعافية ولا حاجة؟ مش يا معلم، هصبر هصبر. علم أخبية. ما تهدي نفسك شوية يا معلم، صحتك. هذا ازاي وانا عايش في وسط دول؟ دول ولا دول مش مهم، المهم صحتك انت يا سيد الناس. انا جبت لك القهوه والنتيل. سكر عليك. سوريا. بيت يا سوريا، عايزاك. سيبي سوريا تظبط لي الحجر، النار اتطفت من قركو. أنفخ لك فيها يا معلم؟ لا لا لا، هوى عليها تقوم تشعلي. حاضر. أهو. هوى 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 كده؟ لا هوى هوى أهو. هوى 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 لغاية ما تشعلي. أهو الحجر ولع يا معلم. مش لوحدي وربنا، ما هو لوحدي، ده كل الحجارة ولعت. بقول لك إيه يا بنت؟ نعم. ما تيجي تمسح كده ظهري شويه عشان يفك، عشان انسى الهم اللي فوق نفوخي ده. من عينيا الاثنين، بس مش قدام الرجاله. انا هسبقك على فوق حضرتك. خلاص. عين عليكي، بنت متعاونه. بس محتاجه مجهود، لازم اطلع فوق، لازم. ما تيجي يا بنت وامشي الرجاله. ها يا علي، طمني. اتكلم. ولا نطق بكلمه، نفس اللي قاله لك. يا اخي زي ما يكون مربطين لسنتهم من على بعد وبيحركوها بالموت كنترول، يمين يمين شمال شمال، مربينهم على السمع والطاعه خالص. يا باشا زي الغنم، عصايه واحده تمشيهم صف واحد. الواد علي بحاول افهمه واقول له ان الحكايه دي ممكن توصلك للاعدام، ولا كانه سامعني. نزلوا فيه ضرب طول الليل، انه ينطق بكلمه ابدا. جتتهم نحست من كتر الهباب اللي بيبلبعوه ده، ما عادوش حاسين بحاجه ولا حاسين بالدنيا، فصلوا عن الدنيا خالص. جبنا اهله وعيلته ومراته وعياله، نفس القطعيه، نفس التناحه والسنتحه، اكنهم ضاربين من نفس الشريط. علي، انا عاوز اعرف كل حاجه عن الواد ده. يا باشا بقول لك جبنا اهله وعيلته ومراته. يا علي، انا ما اقصدش ده، هما اهله يفرقوا عنه في حاجه. انا عاوز اعرف اصحابه اللي بيشتغل معاهم ويشتغلوا معاه، اللي بيكلمهم ويكلموه. هم دول يا علي اللي في الاخر ممكن يوصلونا لاول خيط نجيب بيه اخر السجاده. اوامرك مدام كرامه. الحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه، احنا كنا تقدمنا كتير كتير قوي، انما بس اللي حصل دلوقتي انا شايف ان الحاله اتاخرت جدا ومش لاقي تفسير لدوت. انت مش ماشي على علاج ولا ايه؟ طبعا ما في ايه، بس
أحيانا توقعت لما جوزك يرجع إن حالتك هتتحسن. في حد مضايقك؟ طب في حاجة مضايقاكي؟ إيه هي؟ لازم تكوني صريحة معايا عشان أقدر أساعد في علاجك. اطمئني هتخلفي بإذن الله، بس كل حاجة هتيجي في وقتها. ثقي إنك ممكن تتكلمي تاني. أنت صحيح جيتيلي متأخر، لكن أنا ما زلت عندي أمل. إنما أي حاجة تانية بقى ممكن تستنى. لازم تعرفي إن الأدوية اللي أنا بديها لك ديت ما ينفعش تاخديها وأنت حامل. هيبقى في تعارض بين حملك وبين العلاج اللي بديهولك. ده غير الأهم إن أنت مش مهيئة نفسياً في الوقت دوت لحمل طفل والأمومة. أنا مش عايزك تكوني متضايقة من صراحتي، بس لازم أكون صريح معاكي عشان تقدري تساعدي نفسك وتساعديني في علاجك. مدام كرامة، ممكن أطلب منك طلب؟ يا ترى جوزك ممكن يشرفني هنا في العيادة؟ طيب طيب خلاص براحتك. حاضر حاضر فهمت، وبوعدك حتى لو قابلته بالصدفة مش هجيب له سيرة الخلفة دي نهائي. حاضر حاضر اطمئني، أهم حاجة بس إنك تنتظمي في العلاج وأنا أكتب لك دواء إضافي. ويا ريت يا مدام كرامة أشوفك الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. مدام كرامة، هو جوزك بيشتغل إيه؟ شو؟ بلغني إن مراتك مش هنا، قلت أجي أعمل الويك. وانت ما بتعرفيش تعملي الواجب الفوض النوم. الواجب واجب في اي حته. متشكرين يا بنت الوصول يا ذوق، انا اصلا خارج. طب ما يلزمش مني اي حاجه قبل ما تخرج. ما يلزمش. متاكد؟ متاكد حاجه كده ولا كده؟ ولا كده ولا كده. راشو، انت بتثبتيني ولا ايه؟ معاش اللي يثبت. ايه؟ معاش اللي يثبت افندينا. بس انت لو طلبت لبن العصفور هيجي لك لحد عندك هو بذات نفسه والعصفور. طب ما سكه بقى عشان يطير. العصفور. طب ما يطير. هو انا ماسكاه؟ ما الدنيا براحة ايه؟ يتوب علينا ربنا. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. اوعد اهل دايرتي الكرام، اول ما رجلي تخطي عتبة المجلس لازم لا منطقة ولا فرد اتواجد. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. واوعد اوعد برضو اهل دايرتي الكرام، اول ما تمسمر في كرسي المجلس اوعدكم بالعيشه الكريمه بلا سل بلا اهانه بلا ضرب عن قفا. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا فندينا، صباحنا زي الفل يا علوفه. اتفضل. هو في ايه؟ لا دي الحمله الانتخابيه بتاعت بجاش المري. مش ده الواد بجاش بتاعنا؟ اهو بعينه من بلطجي انتخابات اللي مترشح. هي بقت بالدراع ولا ايه؟ على قولك اهو قاعد جوه عمال يقول اهو. تحب تبص يا فندينا؟ ابص، انما قول لي مكتوب ايه الاول. بجاش المري في حلو ومري. ولا اتاوى ولا غرامة، بكرة الشعب عنده كرامة. كرامة؟ اه مكتوب كرامة؟ اه مكتوب كرامة. اتفضل شيشة المعلم يا ولا كوارع. ولا يا جنت الشيخ.
شباب. كرامة بكرة الشعب عنده كرامة. ولا عداوة ولا غرامة، بكرة الشعب عنده كرامة. دينة الشباب اللي حامينا المعلم خميس افندينا. اسم الله عليه. اسم الله عليه. يا اهلا وسهلا بافندينا خطوه عزيزه عبد الله على السلامه. اسم الله عليك. اسم الله عليك. تعال يا كتكوت. تعال يا بيت. تعال يا باشا. ريحوا الرجاله. هموت يا بيس، مرعوبه. ايه بس استهدي بالله يا ابله، والمصحف الشريف ده انا حاسه انك واخده عين، عين ما صليتش على النبي، عين وايه؟ مركزه. عين ايه بس؟ خميس خرج والملط عايزني اكمل مع الباشا، وانا محتاسه مش عارفه اعمل ايه في النصيبه دي. وده يا اختي ايه اللي فكر الباشا بينا تاني؟ ما هو كده يا اختي، يختص يختص ويقب تاني فجاه. اللعب على الكيف زي ما هو بيقول. طب ما تقولي الافندينا وهو يتصرف. لا انت جننتي؟ انت عايزاه يموتني؟ طب ما هو الباشا لو حس هيخلص عليكم انتوا الاثنين. ما هي دي النصيبه يا اختي، عشان كده انا مش عارفه اعمل ايه، ولا عارفه ارجع للباشا، ولا عارفه اتحمى في خميس. طب استهدي بالله بس كده، انت وصلي على النبي، وانت ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي الحل جاي لك من عند ابو خيمه زرقاء. انا عارفه ان ملهاش حل غير رقبتي. يا شفاعة طمني. البضاعة مين؟ وصلت بألف سلامة وفي طريقها على هنا. الحمد لله. عاوز بقى أنت تجهز لي الاسطبل وتخلي لي السك على الآخر، مش عاوز جنس عامل موجود غيرك أنت وخرفوش ورز، فاهم؟ أمرك يا كبير. وجيب لي براءة من تحت قطيل الأرض لغاية ما أصلي ركعتين شكر. براءة؟ ليه يا كبير؟ ولا ما تشغلش دماغك، لا تاخدها الناحية التانية. ها؟ حصل يا كبير. فاكر يالا؟ فاكر يالا؟ ولا شفاعة؟ ها؟ أنت بقى لقط الزبون، عرفت الحبتين وجاي تبيع بيهم. يا فندينا طباخ السن بيدوقه، وأنا بقالي سنين ياما واقف قصاد باب المجلس، أدخل ده وأمنع ده، واقول لده يقول واقول لده يسكت. الدنيا اتلخبطت خلاص، محدش فاهم حاجه، والبشوات اللي كنا واقفين وراهم فجاه بخ فص ملح وداب. لقيت نفسي واقف قصاد الباب لوحدي، قلت اخش. خش يا اخويا، خش وماله، ما يضرش. الناس تعبانه يا فندينا، لازمها دكر يقف لها في وش الدنيا وبلاويها. على فكره أنا اخترت رمز الوطواط لأنه يناسب المرحلة. ما هو بجاش هو وطواط المرحلة. أمال عضلات منفوخة، جيت واخد راحتها، مش باين لها طول من عرض. على قفا إيه؟ بسم الله ما شاء الله، 7 متر رايح جاي، شعر مغرد، عينين دبلي ملانة من النهب والفردة والأتوات. يعني بدل ما الناس يغنوا لك خوف، لا يغنوا لك شرعي. ما انت الذكر المنتظر بقى يا سيدي. الذكر؟ الذكر هو خرج من العشه ورجع لاهله وناسه، والكل بيتبارك بيه، وانا اول المتباركين. انا افديك الساعه يا فندينا لما تقف معايا في الانتخابات، ده انا كده تبقى اتفتحت لي طاقه القدر، والدنيا زهزهت، والحظ انتم معايا. يا اخويا ما كانش باين عليك لما شفتني، ده انت تهتهت وريقك نشف واتنيلت بنيله كانك شفت عزرائيل. ايه بياض؟ ده انت بلطجي قديم. بلطجه خلاص بقت قله قيمه. اي عيل ومعاه شله من اصحابه يقلع ملطه ويمسك سنجه ويثبت اهل حتته. البلطجه عينت، بصيت حواليا قلت اشوف لي سكه تانيه. وبدل ما تقفش من جيوب الحاره او تقفش من جيوب الكل
بقول لك ايه يا بجاش؟ نعم. في الهتاف هنا في الاخر كان فيه بيقولوا حاجه كده، الشعب عنده ايه؟ كرامه. غيرها ليه؟ ما يصحش. عندك حق، ما تناسبش المرحله. بسم الله عليك. والمصحف ما قلت حاجة ولا اتكلمت ولا جبت سيرة حد، والمصحف ما قلت حاجة. ما تخافش، ما انا عارفك طول عمرك راجل وجدع. خايف ليه؟ خد مخمخ ماشي ولعنا. دي مصلحة بروحين. بروحين؟ وإيه الفرق بين الموت والخرس؟ ما الاتنين سكوت وجع متداري محدش حس ولا ينفع تشتكي منه. ربنا خلق للبني آدم صوت مش علشان يتكلم بيه مع الناس، ربنا خلق الصوت عشان نصرخ بيه لما نتوجع من الناس. ست كرامة، ايه الشربيه؟ عامله ايه دلوقت؟ الحمد لله زي ما انت شايفه. طب اطلعي انت، انا هقعد معاها. ماشي. هنت عليكي روحك يا هبله، بدل ما تضيعي نفسك فكري ازاي ترفعي راسك تاني، تقفي قصاد أي حد بيحاول يحرمك حقك في الدنيا. أنا هساعدك، بس أنت لازم تقفي من تاني، لازم تبقي ورايا. وأنا وحياد ده ولا يبقى على ذكر، لا هجيب لك حقك منه تالت ومتلت. I'm not loving you way I wanted to. What I had to do, had to run from you. I'm in love with you. هات يا جمال يا رب. بكم من جديد في لازم نفهم، وبنواصل مناقشة قضيتنا المهمة جدا، الترامادول في مصر. أباء وأمهات وشباب وناس جربوا وناس أقلعوا عن الترامادول، وناس لسه عايزين يقلعوا نفسهم يتخلصوا من هذه المصيبة. هي ابتلاء كبير أو كارثة كبيرة. أعرف إزاي إن ابني أو بنتي أو فرد في الأسرة وقع فريسة لإدمان الترامادول؟
السادة المسؤولون، نظراً لما يتعرض له الشارع من غزو عاصف لأنواع مخدرات متعددة ومتنوعة تستهدف كل فئات الشعب وتعمل على تغييبه وحبسه في دائرة تيه مغلقة، فقد قررنا نحن فريق العمل بمكافحة المخدرات النزول إلى الشارع في حملات موسعة ومتوالية لضبط الأوكار والتجار والموزعين في كل شق في البلد، أملاً في تكوين حائط صد يعوق خطة انتشار تلك الأوبئة في الشارع واحتوائه والعمل على الوقاية منه، خاصة أنه لم يعد يصيب الشباب فقط إنما توسعت أنشطته وأصبح يصيب كل الأعمار من كل الفئات، ليقتلع جذور الثبات ويلقي بنا في بئر الغياب. الخطر لم يعد مجرد مخدر يصيب الواحد، إنما تجاوز تلك الحدود الضيقة إلى آفاق أوسع، وأصبح الخطر في كل بيت لاكتسابه شرعية الدواء ولصعوبة كشفه. إنه الترامادول، وباء العصر، ولأن الخطر لم يعد قاصراً على البيع والتعاطي، فإني ألتمس من سيادتكم الإذن بالحصول على الموافقات القانونية اللازمة لتفتيش ومراقبة مجموعة من المشتبه فيهم لما يمثلونه من خطر على استقرار وأمن المواطنين، وباعتبارهم منبع السوء، وهم الآتي أسماءهم: خميس عنتر أبو سنة، ضويا أبو سنة، وشقيقها أبو سنة، والنوح السكرتي، براء النوح السكرتي. أقدمه لسيادتكم مقدم آسر منصور في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. الحكومة يا معلم. اقعد يا شلوفة. يا معلم بقول لك الحكومة. كمل لعبة يا شلوفة. الله فيك. معلم ابو شنب، الحكومه كبست على بيتكم. هنكمل الدور ونشوف في ايه. اخفى. حاضر يا معلم. خشب يا معلم، ما تزود النار يا ده كارع. هات يا جمايل يا رب. البيوت لها حرمه يا حضره الضابط. انا معايا امر بالتفتيش يا معلمه. وماله؟ بس بالاصول، مش تخشوا هجمه كده على الحريم وهي بتفك عن نفسها. ثم ان راجل البيت مش موجود من اصله. ربنا يرجعه بالسلامه. انا هبعت له رساله بارك له على شهر العسل اللي بيقضيه ده. ولما انت عارف يا حضره الضابط ان صاحب البيت بيقضي شهر العسل، يصح برضه تهجم على بيته بنصاص الليالي وهو مش موجود، وتسيب رجالتك يدهوسوا في وسط حريمه ويكشفوا سترهم؟ دي اصول برضه. مفيش حاجه يا فندم. مفيش اي حاجه يا فندم. المره دي فلتوا من ايدي برضه يا ابو سنه. عقبال المره الجايه يا باشا. بحياتك. انست وشرفت. ابقى تعالى زورنا. يا باشا على فين؟ الله الله، مش استنى ما تاخد واجبك؟ ده احنا حتى دابحين النهارده. اصلي يا ابو سنه تلميذك يا معلمه. ما تدق يا وليه انت وهي.
طب وعليا النعمه لو هو بناحيه عتبه البيت ده لكون قتله يا حاج. بطل بقى غاغه فرغه، ما انت السبب في كل البلاوي اللي احنا فيها دي. انت اللي خليتنا تقاطي واتلجم ولساني يتكتب في حلقي قدام الخلق، وكل ده من ايه؟ من تحت راس عمايلك السودا. وانت يعني كنت عملت ايه يا حاج؟ ما انت سايبه مبارطع في الدنيا من ساعه ما خرج من السجن ومتريله وعامل مش شايفه، وبتدور على سكك عشان تتصالح معاه، ونسيت ابنك وطار ابنك. انا يا اجمل رحت شميت نفسي تحت رجلين بنت لعبت بيا الكوره وسلمتني ليه ابو العريف. هقتلها يا حاج، هقتلها وهقتله تاني يا براء. تاني تاني وتالت ومليون يا حاج. انا مش عايش في الدنيا دي غير عشان هو يموت. وفروا صوتكم العالي ده الخميس اللي خد منكم كل حاجه ولسه كمان جاي ياخد البيت. ايه ده؟ من امتى يا مطره بتتجسسي عليا انا وابني؟ من ساعه ما اعصابكم باظت يا معلم وصوتكم عالي قوي والدنيا كلها سمعت ومش انا بس. قوليله قوليله يا مطره، قوليله فوقيه خليه يفتكر اللي نسيه. محدش نسي يا براء عشان يفتكر، خصوصا المعلم. يمكن الدنيا تكون لهيته شويه بس انا متاكده انه منسيش. انا مش فاهم انتوا واقفين تحاسبوني كده ليه؟ انا اللي سلمتك للحكومه عشان خميس يخرجك ويعلم عليك ويخليك محبوس في البيت، عينك مكسوره مش قادر تشوف حد. انت اللي سلمت البيت يا براء زي البيت رمانه ما سلمتك للخميس. وحياه امها لكون مقطع من جسمها حته تقول مين كلاب السجن. ما تسيبش راس القفعه وتقفش في ديلها، كده كده انت ميت ميت. غرضك ايه يا مطر؟ كسرتنا واحنا ماشيين من بيتنا مش هينا يا معلم. وحياتك عندي يا غاليه لو ده حصل لكون معلقه من رجليه على باب البيت ده بره. انا مش خارج من البيت ده غير على جثتي. انت بتعمل ايه يا خميس؟ الله، مش انا اللي منقيها؟ يبقى لازم انا اهتم بيها. اوعي تضيعيها، اوعي تضيعيها. ده انا منقيها من وسط الف جوز. انا اول ما شفت الجزمه دي قدامي شفتك فيها. نعم. اقصد يعني لايقه على رجليكي. والله يا خميس انت ساعات بيبقى عليك حاجات صعبه تتفهم. بقول لك يبقى احنا هنضيع اول ليله في شهر العسل في سين وجيم لحتى يبقى فال وحش ولا ايه؟ انت عارف يا خميس انا عايزه الف البلد دي حته حته بس من بدري. ما احنا هنلف هنلف، انما الليله دي في كلام تاني. ايوه صح، انت عارف يا خميس قصدي هو انت اخترت البلد دي ليه يا خميس؟ قضيها بقى راغي، ارغي في المرغي واحكي في المحكي واسحبي من رصيدك. الله، طب هو انت عايز ايه يعني؟ سلامتك يعني. الله يسلمك. احنا هنستهبل يا بنت كده، هنخش في وقت الذروه والزحمه، الزحمة هتبقى شديدة قوي والشمس هتقور نفوخنا. خلاص خليك في حالك وبعيد عن الزحمة. طب ما ناخد جنب انا وانتي ونقضيها ونقول بسم الله. ليه بقى يا خميس؟ هو انت هتاكلني؟ اكلك ده ايه؟ انا هحلي. اجيب لكم منين؟ اجيب لكم منين؟ ايه بتاكلوا في قتة محلوله وما انتوش دارين؟ انت ايه هتتبطل على نعمة ربنا يا مغاوري؟ كل يوم هات هات هات، انا عايزك على بنك. هات ايه؟ كل ده عشان بقول لك عايزين كيلو فاكهه للعيال النهارده. النهارده كيلو فاكهه وامبارح كيلو بسبوسه. ايه ما اللي جاي على قد اللي رايح؟ رايح على الهمام اللي انت بتبلبعه على كل شويه برشامس اشكال وانواع لما خلاص لحد دماغك. يا نهارك اسود، انت هتتدخلي كمان في مزاجي؟ ما انا ببلبع البرشام عشان ما اشوفش خلقتك. اوعى يا مغاوري، حرام عليك يا اخويا، انا عايزاك تفوق. حرام عليك يا مغاوري. حرمت عليك عشتك. بقول لك ايه، تدفعي تاخدي عيالك وتغوري في 60 داهيه عشان انا لا طايق ولا طايق عيالك. Thank you.
شاير كل يوم على الحال ده ولا ايه؟ تضطر النكد بقى. بعدين يعني انا ما ضربتكيش بالنار عشان تقعدي تقوي كل الليله كده. مالكش دعوه بيا، اصوت عيط انا حر. حياتي عليها يا بشاير، ما تزعليش مني. يا سلام تشد شعري وتمد ايدك عليا وتقول لي حقك عليا. بصراحه يا بشاير انا اول ما شفت الشريط برج من نافوخي طار واتجننت. انت يا بشاير انت، وانا كانش عرفني انه بيه. انا قلت لك اني باخده عشان السنين دي في الوقفه في المطبخ والجري ورا العيال وامك. وهم، والله العظيم وهم يا بشاير. وفي الاخر مفيش اي حاجه، كيمياء كيمياء. وعارفه بيأثر على ايه؟ بيدمر المخ وبيفرتك الجهاز العصبي يا بشاير. ايه راحت فين دماغك يا بشاير؟ طب ما انت اخدته قبلي في اليوم اللي كنت فيه تمام، ولا انت فاكرني مش عارفه؟ بشاير اقول لك بقى، بلاش نفتح، خلينا ندخل نتحسن. بشاير بشاير هتقومي نقعد مع بعض شويه، نرغي شويه. هي طالبه معايا رغي دلوقتي. بقول لك ايه؟ طب ما تاخد ربع كده عشان القعده تحلى وبقى بتطيرني. ربع ربع. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. لا لا ده احنا اتحسننا كتير قوي. الحمد لله، شكرا على الورد. عجبك؟ ده عباد الشمس اللي بحبه. احلى حاجه في الدنيا ان الواحد يصحى من النوم كده على الصبح يلاقي الورد اللي بيحبه. بس حضرتك عرفت منين ان انا بحب عباد الشمس؟ بصراحه انا ما عرفتش. مش فاهم. انا اتغششت. منين؟ غمض عينيك وهتعرف حالا. ادخل. فتح عينيك مريم. ازيك يا شادي؟ ازيك يا مريم. صحيك يا شوق؟ مش جاي لي نوم. ايه اللي شاغل بالك؟ انت. انا؟ طب والله عيال بشرة خير. صعبان عليا، مستخسرك في اللي انت فيه. عايز تقول ايه يا شوق؟ بصراحة كده ما بقتش طايقة البيت ده ولا أي حد فيه. طب يا حبيبتي، ما احنا كده كده هنسيب البيت ده ونروح بيتنا. بيتنا؟ شلها يا بيتنا. قول بيت خميس، بيت الغندوره الجديده، واحنا خدامين المعلم. يا شو ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ولا حاجه، كمل نومك. استني هنا، كمل نومي ده ايه؟ يعني انت تحدفي الطوبه وتقولي لي كمل نومك في ايه؟ والنبي يا ابو سنه تسيبني في اللي انا فيه. ايه يا حبيبتي، ده الموضوع بقى عليه كبير بقى. مالك في ايه؟ الله لا يسيئك تبعد عني. ما انا لازم افهم. في حاجات ساعات الواحد لازم يسكت عنها، اسلم للكل. يا شو ما تتكلمي في ايه؟ يعني لو اتكلمت هتصدقني؟ حبيبتي وانا من امتى بكدبك؟ انت بتلف وتدوري حوالين ايه؟ ما تقولي.
اتفضل. ايه ده؟ عربون محبه من ابن اختك لاجل ما يوصل الود بينا ويدوس على شرفك بالجزمة. خميس، فاكر لما دخلت علينا وهو اتربك وقعد يهفلك بكلام مش مفهوم؟ كان جايب لي العقد ده وعايز يلف حوالين رقبتي. وسكتي ليه يا شوق؟ ما قلتش ليه الكلام ده في ساعتها؟ ما رضيتش اولع في البيت حريقه، قلت يا بنت اسكتي اكيد الموضوع هيعدي. لكن هو ما بيبطلش، كل ساعه بيحاول، كل الليله بيرمي بياضه، ولما زودها ما بقتش قادره خلاص استحمل. زودها يعني قرب منك؟ اخص عليك يا بوسيم، ده انا شوق. خميس